ملوحه التربه كانت عاليه، كانت فوق 3000. كان في الاول برتقان وبعض الزراعات الملوحه اثرت عليها، فاضطرينا نشيلها ودخلنا الدلتا ووتر، والحمد لله يعني دلوقتي زي ما حضرتك شايف الوضع قدامك. قلنا نجرب في واحده واحده، جبنا جهاز الاول والحمد لله يعني كانت نتائجه حلوه، وبناء عليه جبنا جهاز تاني وفي جهاز ثالث هنجيبه ان شاء الله. احنا زرعينه من 2010، بس اما استعملنا الجهاز الحمد لله بنبدا نزرع زراعات تانية كتيره. تقييمك ايه للمحصول العنب؟ يعني لو جينا نشرح مع بعض النهارده، انا شايف ان المحصول عندي زي ما احنا متابعينه والكاميرا جايبه، المواصفات بتاعته نفسها جيده، يعني في تناسق، ما فيش مشاكل فطريه او امراض؟ لا الحمد لله، الحمد لله الحمد لله. ما فيش مشاكل خالص. طبعا طبعا، بدليل ان بقول لحضرتك ان انا هشتري جهاز تاني، يعني انا عندي جهازين وهشتري واحد تاني.